السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم الشباب عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هكون معاكم مس نرمين عبد الله، معلم لغة عربية. هنشرح دي تاني حصة في حصة المراجعة اللي بتقدمها أكاديمية ام اس اكاديمي. ان شاء الله نكون مع بعض ومتفوقين بإذن الله، واللغة العربية تكون سهلة معاكم بإذن الله. معايا احنا خدنا الحصة اللي فاتت، خدنا همزة القطع وألف الوصل بالنسبة للقواعد النحوية. النهارده هناخد انواع الخبر. طبعا انواع الخبر احنا خدناها في الصف السادس في العام الماضي، ولكن هذا العام ياتي هذا الدرس بطريقه اوسع او باسلوب اكبر من العام الماضي. هنعرف دلوقتي ايه هو انواع الخبر، او هنعرف يعني ايه خبر، وهل الخبر هنا ياتي في الجمله الاسميه ام الجمله الفعليه. كل ده هنعرفه من خلال الدرس ان شاء الله النهارده، وكلنا ننتبه معايا كده وإن شاء الله اللي مش فاهم حاجة يبلغني ونعيد تاني. أول حاجة قبل ما نبدأ في الدرس لازم نعرف إن عندنا جملتين في اللغة العربية. الجملة الأولى هي الجملة الإسمية، هي التي تبدأ باسم، والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل. كلنا عارفين الكلام ده، إن أي جملة في اللغة العربية إما أن تكون جملة إسمية وأن تكون جملة فعلية. الجملة الإسمية عرفنا إن أركانها أو تكوينها بتتكون من مبتدأ وخبر. أحمد من فضلك اقعد كويس عشان تفهم أكتر، نقعد مش ننام. المبتدأ والخبر، المبتدأ هو أن يأتي طبعا اسم، إن الجملة الإسمية قلنا هي التي تبدأ باسم، وكلمة مبتدأ أي بنبدأ به الجملة الإسمية. مبتدأ كلمة مبتدأ يعني بنبدأ به الجملة الإسمية، أول كلمة في الجملة الإسمية في الإعراب نسميها مبتدأ. مبتدأ ماله؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أو مرفوع وعلامة رفعه الألف، أو مرفوع وعلامة رفعه الواو. طبعًا كلنا عارفين قبل كده، قلنا كورس النحو قلنا قبل كده إن في علامات للإعراب. الإعراب ليه علامات أصلية وعلامات فرعية. العلامات الأصلية اللي هي اللي عارفينها العادية اللي هي الضمة والفتحة والكسرة. الضمة علامة الرفع، بنقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مجرور وعلامة جره الكسرة. ده العلامات الأصلية. أما العلامات الفرعية قلنا إذا كانت الكلمة مثنى فيرفع بالألف، وإذا كانت جمع مذكر سالم فيرفع بالواو، وإذا كان إذا كانت الكلمة جمع مؤنث سالم عرفنا إن هي بترفع بالضمة وتنصب وتجر بالإيه؟ بالكسرة. الحالة الوحيدة اللي في الإعراب اللي في علامة الفتح دايماً بتبقى الفتحة، أما جمع المؤنث السالم بينصب بالإيه؟ بالكسرة. ينصب ويجر بالكسرة. طيب ايه بقى الخبر؟ احنا عرفنا المبتدأ. الخبر ده بيكون طبعا في جملة اسمية زي ما قلنا، ومعنى كلمة خبر اي الكلمة التي تخبر عن المبتدأ، ان احنا بنجيبها عشان نفهم معنى المبتدأ. ممكن الكلمة الخبر دي تأتي بعد المبتدأ مباشرة، وممكن ان تأتي بعدها باكثر من كلمة. تعالوا نشوف الاول كده، هنشوفها دلوقتي ازاي نعرف ونتوصل للخبر بطريقه سهله. لما نيجي نقول التلميذ، كلمه التلميذ انا ما فهمتش حاجه، دي كلمه، كلمه ونوعها ايه؟ اسم. ماله التلميذ؟ طب انا قلت التلميذ المجتهد، فهمت حاجه؟ ما فهمتش. ماله التلميذ المجتهد؟ ورحت قايله النشيط، ماله النشيط؟ ماله التلميذ المجتهد النشيط؟ هل وصلت لحاجه فهمتني معنى الجمله الاسميه؟ هل احد منكم يعلم ما معنى وجدنا معنى لهذه الجمله؟ التلميذ المجتهد النشيط، هل فهمت شيء؟ لا هل ادى لمعنى؟ هل هنا في اي كلمه ادت لمعنى مفهوم؟ ماله التلميذ المجتهد؟ ماله التلميذ المجتهد النشيط؟ برضه ما فهمتش حاجه. طب ماله؟ رحت قايله محبوب. طيب أنا فهمت حاجة بعد ما جبت كلمة محبوب؟ اقرأ الجملة، التلميذ المجتهد النشيط محبوب. أين الكلمة التي وضحت معنى الجملة؟ هل هي محبوب. كلمة المجتهد؟ هل هي كلمة النشيط؟ هل هي كلمة محبوب؟ ما الكلمة التي وضحت المعنى؟ كلمة محبوب. برافو عليك يا يوسف، كلمة محبوب. يبقى كلمة محبوب هي الخبر. يبقى نعلم الخبر عندما يتم معنى الجملة الإسمية، عندما نعرف معنى الجملة. ماذا تريد؟ التلميذ ماله، المجتهد ماله، النشيط ماله برضو، كل ده ماله، التلميذ المجتهد النشيط، ماذا به؟
محبوب، يبقى كلمة محبوب هي اللي أدت المعنى للجملة، هي اللي عرفتنا إن التلميذ ده ماله؟ محبوب. علمتم بمعنى الخبر؟ جميل. يبقى الخبر هو الذي يوضح معنى المبتدأ، ماله التلميذ؟ طب أنا لو قلت هنا كلمة الجملة دي التلميذ محبوب، فين الكلمة اللي وضحت لي المعنى؟ كلمة محبوب يبقى هنا كلمة محبوب هنا جاءت خبر، جت بطريقة مباشرة بعد المبتدأ على طول، ولكن هنا جت في الآخر. يبقى مش شرط الخبر يجي بعد المبتدأ على طول، لأن في بعض الطلبة أول ما بيشوفوا كلمة مبتدأ هنا في الأول، دي جملة اسم آه تلميذ هنا مبتدأ، يبقى على طول أقوم قايل مباشرة اللي بعديها خبر؟ طبعا لا، مش صح. هو مش هننشن الإجابة، إحنا لازم نوضح إيه هو الخبر. الخبر هو الذي يتمم به معنى الجملة الاسمية. الخبر ماذا؟ هو الذي يتمم به معنى الجملة. أعرفه منين الخبر؟ لما أعرف معنى الجملة وصل لفين، أي كلمة اللي وضحت لي المعنى. أنا بقول التلميذ المجتهد النشيط، ما فهمتش أي حاجة، ماله؟ ما أنا عايزة خبر يخبرني عن المبتدأ اللي هو التلميذ النشيط المجتهد ده. فين الكلمة؟ هي كلمة محبوب. يبقى أنا النحو عندي فهم وليس حفظ. الحفظ للقواعد فقط، أما النحو فهم وليس حفظ. نفهم ونفهم معنى الكلام، هنقدر نوصل للإجابة بمنتهى السهولة. جميل. نحو سهل جدا. نعم. طب في الجملة الأولى التلميذ كانت مبتدأ والمجتهد نعت، طب والنشيط نعت، نعت أيضا. تمام، يعني هو ينفع يكون في عادي نعت عادي، بيتبعه وممكن نعت. على فكرة يجي مضاف إليه مرتين، واحنا نقول في ساعة الامتحان لا ده الكلمة اللي قبلها كانت مضاف إليه، ازاي دي مضاف إليه؟ لا، ممكن يجي اتنين مضاف إليه في الجملة عادي والنعت خالص. تمام، واضح كده؟ تمام. طيب يبقى هنا شيء يعني التلميذ المجتهد والنشيط الاثنين مضاف ليه؟ مجتهد ونشيط ايه؟ الاثنين مضاف ليه صح؟ لا مش مضاف اليه، هنا نعت. خلاص من المين عاملة حصة مراجعة تحت. نعت، تمام؟ طيب كده فهمنا يعني ايه خبر؟ لازم تكونوا فاهمين يعني ايه خبر. فهمنا ازاي بنوصل للخبر بطريقة سهلة؟ حد لسه مش فاهم؟ محدش بيتكلم. لا تمام يا ميس. طيب نيجي بقى نشوف الخبر ده اللي احنا بنقول عليه محبوب ده، ده ليه انواع. هو ده الدرس بتاعنا النهارده، انواع الخبر. ايه انواع الخبر؟ ايه انواع الخبر؟ عندنا خبر مفرد، ولما بقول مفرد يعني كلمه واحده وليس بمعنى الافراد. احنا عندنا الكلمه اما ان تاتي مفرد زي كلمه معلم، واما مثنى هتكون معلمان أو معلمين، وإما جمع معلمون أو معلمين. دي الكلمة العادية اللي احنا بنعرفها إن هي في منها مفرد ومثنى وجمع. لكن الخبر هنا لما نقول نوع مفرد ليس بمعنى الإفراد، ولكن بمعنى أن يأتي الخبر كلمة واحدة. عندما أقول العامل، ماله العامل؟ لحظة معلش. العامل ماله؟ عايزة خبر يخبرني ماذا نريد من العامل. العامل ماهر، هنيجي نشكلها نقول العامل ماهر. طيب هنا العامل ماهر، أين الخبر؟ أين الخبر يا سارة؟ سارة أين الخبر يا رزان؟ ماهر. برافو عليكي، ماهر. طيب لما نيجي نجعلها يا رزان للمثنى هنقولها ازاي؟ العاملان ماهران. ماهران، تمام. طيب لما نيجي نقول للجمع هنقولها ازاي يا عبد الله؟ عبد الله موسى. عايزه احولها للجمع، هقولها ازاي؟ العمال ماهرون. برافو عليك، العمال ماهرون. طب انت تعرفي ليه قلتي، تعرف ليه عبد الله قلت ماهرون ما قلتش ماهرين؟ السؤال مهرين ما تنفعش، مهرين ما تنفعش علشان هي المفروض مرفوعة بالضمة. طب هي هنا مش بالضمة، هنا بالواو صح؟ بالواو غلط. ها بالواو، لماذا؟ لأنه علشان جمع إيه؟ مذكر، لأنه جمع مذكر. جمع برافو عليك، جامع مذكر، ما تقلقش قول وانت مش فايق.
طب لما نيجي نشوف هنا العامل وبيتعالوا الأمثلة هنا، احنا قلنا ان كلمة ماهر هي الخبر صح، وكلمة ماهران هي الخبر، وكلمة ماهرون هي الخبر. طيب ايه الفرق؟ الفرق هل هنا ينفع نقول ان ده خبر مفرد وده خبر جمع؟ لا احنا بنقولش كده طبعا، لكن بنقولها ازاي؟ بنقول ان الخبر هنا نوع ايه؟ هو ده السؤال بتاعنا. دي كلمة ماهر هنا، وكلمة ماهران، وكلمة ماهرون، التلاتة دول خبر ماله؟ مفرد. خبر ماله نوع ايه؟ مفرد. طبعا كلمة مفرد دي ما بنقولهاش في الاعراب، احنا بنقول الاعراب العادي خالص. هنا كلمة ماهر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، اقول ماهرون ماشي. كلمة ماهران خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة برضو، ولا هنقول ايه؟ احنا لما نيجي نقول وعلامة لازم نبص للكلمة في اخرها. الالف. الالف. برافو عليك. لماذا؟ لماذا بالالف؟ لانه جمع مذكر سالم. ماهران جمع مذكر سالم؟ قصدي مثنى. مثنى. انا اسف. انا مركز. ما تسرعش في الاجابة، ركزي. تمام؟ هنا ماهران هنقول خبر مرفوع وعلامة رفعه الالف، لانه هنا علامة فرعية مش ليست اصلية. احنا ما بنقولش ماهر عشان نقول بالضمة، لكن هنا في الف اهو، يبقى مرفوع وعلامة رفعه الالف لانه، لازم نقول لانه، دي السبب عليها نص الدرجة، لانه مثنى. طيب العمال ماهرون، العمال ماهرون، ما اعرابها يا احمد؟ اعراب ماهرون ايه؟ خبر مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. برافو عليك يا أحمد، خبر. الحمد لله أنت مش نايم. يبقى هنا ماهرون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. كده أخدت الدرجة كاملة. برافو عليك. يبقى هنا لما أجي أقول بقى نوع، ما نوع الخبر، أو استخرج خبر وأبين نوعه، يبقى هتقول لي هنا نوعه إيه؟ خبر مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ في حاجة اسمها خبر مثنى وخبر جمع؟ هيا يوسف. يوسف طارق. يوسف طارق او يوسف احمد، ماشي. قولي يا يوسف احمد، هل هنا هنقول الخبر نوع ايه؟ لا يا ميس، انا يوسف محمد. ماشي قولي يا محمد. قولي يا يوسف. يوسف محمد. ما نوع الخبر؟ في ماهر. ماهر، ماهران، ماهرون، كل ده نوع ايه؟ خبر مفرد. مفرد. يبقى هنا الجمع، هنا كلمة نفسها لو جت جمع أو جت مثنى أو جت مفرد، في النهاية الخبر كلمة واحدة، الخبر هنا كلمة واحدة، يبقى يقصد بالمفرد هنا أن يأتي الكلمة، الخبر هنا يأتي كلمة واحدة، الخبر يأتي كلمة واحدة، ده معنى الإفراد. يعني سواء الكلمة جت مثنى أو جت جمع أو جت مفردة، لابد أن يأتي كلمة واحدة، لذلك نقول إيه؟ خبر مفرد. طبعا ده مش هنقوله في الاعراب، لما يجي يقول لك اعرب مش هتقول خبر مفرد مرفوع، لا، المفرد دي تقولها لما مع ذكر نوع الخبر. معلم انا بكده سمعت مستر هو بيعرب اللي هو خبر مفرد وخبر شبه جمله وخبر جمله اسميه، بيقول المفروض تكتبوها في الامتحان. بيقول ايه؟ المفروض تكتبوها في الامتحان، خبر مفرد مرفوع مثلا زي كده. لا ما بتتقالش، ده مش اعراب. الإفراد ده نوع الخبر، الجملة نوع الخبر، تمام؟ يبقى ركز معايا بس هنا في الأول، هنقول لما يجي يقول لك السؤال هيقول لك استخرج خبر وبين نوعه. لما تستخرج الخبر هتدور على الجملة الاسمية في القطعة، تدور عليها لحد ما توصل للخبر. وقلنا ازاي نعرف نوصل للخبر؟ خبر ما بيجيش على طول لازق في المبتدأ، لأ، احنا هنفضل ماشيين مع الجملة لغاية لما نوصل لمعنى الجملة والخبر اللي بيخبرنا عن المبتدأ فين هو، وبناء عليه بنبدأ نقول. تمام كده عرفنا ازاي نوصل للخبر، وصلنا للخبر. طب تعالوا نشوف بقى كده، بعد ما وصلنا للخبر، الخبر ده نوعه ايه؟ هل هو كلمة واحدة؟ يبقى ساعتها هقول خبر ايه؟ خبر مفرد. ده النوع الأول من أنواع الخبر. في النوع الثاني اللي هو خبر ايه؟ خبر جملة. يعني ايه خبر جملة؟ احنا عارفين ان أنواع الجملة ايه هي؟ أنواع الجملة إيه يا سلمى؟ جملة إيه وجملة إيه؟ جملة اسمية وجملة فعلية. يبقى هنا برضو أنواع الخبر، الجملة يا إما يأتي الخبر جملة اسمية، يا إما يأتي خبر جملة إيه؟ جملة فعلية. فعلي. طب إزاي؟ تعالوا نشوف كده في مثال، وركزوا معايا بقى في المثال ده لأن مهم جدا.
نمسح الأول ده. فهمتوا كده الخبر المفرد؟ أيوة تمام يا مس. طب تعالوا نشوف بقى الخبر الإيه، الجملة. الجملة يا إما هتكون الخبر ده جملة اسمية وإما هتكون جملة فعلية. طب أعرف إزاي إن الخبر هنا جملة اسمية؟ إحنا اتفقنا إن الخبر المفرد يأتي كلمة واحدة، حتى لو الكلمة دي جاءت مثنى أو جاءت جمع، في النهاية هي كلمة واحدة واسم، تمام؟ ومفيش ضمير معاها، هي كلمة واحدة. وصل المعنى بتاع المبتدأ من خلال الكلمة دي. زي ما اتفقت معاكم وقلت لكم العامل ماهر، المهندسون بارعون، كلها كلمة واحدة في الآخر، كلمة بارعون دي كلمة واحدة فهي خبر مفرد. طب بالنسبة بقى للخبر الجملة الاسمية بعرفه ازاي؟ بلاقي ان الجملة اولها اسم، زي ما اتفقنا ان الجملة الاسمية هي التي او تبدأ باسم. اقول مثلا الحديقة اشجارها. تقصدي حضرتك يا مس تبدأ بمبتدأ؟ مبتدأ ازاي؟ ايوه في اول الجملة الاسمية بتبدأ بمبتدأ اللي هي اول الكلمة، أول الجملة اسم اللي هو بنعربه مبتدأ، زي ما قلنا مبتدأ مرفوع، تمام؟ تعالوا بقى نشوف كده الجملة دي ونحللها كويس عشان نبقى عارفين. أنا مش عارفة اسمه إيه اللي هو كاتب نهائي كأس العالم، الطالب اللي قال لي المستر قال نعرف نقول في الإعراب خبر جملة. نعم مستر. نعم نعم. اسمك إيه؟ عبد الله. ماشي يا عبد الله، هنا بنقول يا عبد الله، ركز معايا بس عشان تعرف، ما فيش حاجه اسمها نكتب خبر مفرد مرفوع، ما بيتكتبش، ده مش جزء من اعراب، ده نوع الخبر. لما يجي يقول لك السؤال هيقول لك اذكر نوع الخبر في هذه الجمله او استخرج خبر وبين نوعه، الوقت ده مش اعراب. لكن لما تيجي تعرف كلمه تحتيه خط زي كده مثلا، هتقول لي الحديقه بدات الجمله. اول حاجه قلنا بنعرف ازاي، قلناها الحصه اللي فاتت في المراجعه وبقولها كتير لطلابي، بقول ان احنا بنحدد نوع الكلمه اللي تحتيها خط عشان يبقى الاعراب سهل بالنسبه لكم. بنحدد نوعها، احنا عارفين ان الكلمه اما ان تاتي اسم او فعل او حرف، صح كده؟ طيب صح. هنا جت الكلمه اسم، يبقى الجمله هنا بدات باسم، يبقى الجمله نوعها ايه؟ اسميه. جمله اسميه بدات بايه؟ الحديقه، هتتعرب ايه؟ مبتدا مرفوع، مش كده؟ ده مرفوع. طيب مرفوع بايه؟ وعلامه رفعه الضم. الضم عشان الكلمه جت مفرده اهي، يبقى هيتعرب الرفع بالضم لانها مفرد. طيب تعالوا نشوف بقى اشجارها، الحديقه اشجارها وسط. جمله فعليه. لحظه واحده، هل ينفع اقول لحظه واحده؟ ممنوع الكلام بدون اذن لو سمحت. اشجارها ينفع اقول عليها ان هي خبر؟ ينفع اقول عليها خبر كده بالشكل ده؟ اقول الحديقه اشجارها، هل ينفع الكلام؟ ينفع ان انا اقول ان اشجاره هي الخبر بتاع الجمله؟ ما ينفعش. هل ينفع اقول الحديقه عاليه؟ لا ما ينفعش. لكن لو قلت الحديقه مالها؟ اشجارها عاليه. الحديقه مالها؟ اشجارها عاليه، يبقى دي كلها خبر الايه؟ الحديقه اللي هو المفرد. طب بالنسبه للخبر، هل ينفع ان انا يعني اقول كده على طول ان هي خبر مباشره، أنا اقول ان كل دي خبر؟ ما ينفعش. لما اجي اعربها مش عاربها خبر، بعرف بقى. انتوا طبعا كبار في الصف الاول الاعدادي، المفروض ان احنا خدنا درس اسمه الضمائر، والضمائر لما بتتصل باسماء بتتعرب ازاي، ضمائر لما بتتصل بحرف جر بتتعرب ازاي، ده اللي هناخده المره الجايه ان شاء الله. كل ضمير بيتصل باسم قبله او بفعل بيتعرب اعراب لوحده، فانتوا مطالبين باعراب الكلمه على جزئين، هنا كلمه اشجار لوحدها والهاء لوحدها. طب تعالوا نفصصها كده ونعرف الجملة إعرابها إزاي. دي كده خبر إيه؟ أشجارها عالية، أصلها إيه؟ أشجار الحديقة عالية، مش كده؟ الهاء دي رايحة لمين؟ ها؟ الحديقة. الحديقة، الحديقة أشجارها، ها، ها دي الضمير رايحة على مين؟ أشجار مين؟ الحديقة، مالها أشجار الحديقة؟ عالية. خلاص؟ يبقى دي كده جملة اسمية، أنتوا قلتوا خبر جملة اسمية، طب لما أجي أحللها في الإعراب أشجار هنا هقولها إيه؟ مش دي كلها جملة اسمية؟ طب الجملة الاسمية مكونة من إيه وإيه زي ما اتفقنا؟ الجملة الاسمية مكونة من إيه وإيه؟ مبتدأ وخبر. طب معنى كده إن كلمة أشجار دي إيه تتعرب؟ كلمة أشجار هتتعرب إيه؟ مبتدأ ثاني. مبتدأ ثاني.
ها مبتدأ تاني. مبتدأ ايه؟ ثاني. برافو عليك، انتوا شاطرين ممتازين. طب وهنا ده نقول عليه مبتدأ ايه؟ مبتدأ ايه؟ اول. اول اول مبتدأ اول. برافو عليك، يبقى هنا ده مبتدأ ثاني. طب الهاء لما بتتصل بالاسم ده، هنا اشجار هنا اسم، طب الهاء الضمير دي بتتصل باسم قبلها، كيف تعرب؟ كيف تعرب يا سجى؟ مضاف اليه. برافو. لا ما بنقولش مضاف اليه مباشره، طب بنقولها ازاي؟ الضمائر جميل. كلها الضمائر. برافو عليك. مضاف اليه. ها تاني، معلش قولي تاني. ضمير متصل مبني في محل رفع مضاف اليه. برافو عليكي، رائعه. ضمير مبني، كل الضمائر مبنيه، بنقول ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. اي اسم، خدوها قاعده كده ثابته تحفظوها زي اسمكم، اي ضمير يتصل قبليه اسم يبقى ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، انت ما يتصل الضمير بحرف جر كيف يعرب؟ خدناها في الضمائر. كيف يعرب الضمير اذا اتصل بحرف جر قبله؟ كيف يعرب؟ اقول له، اقول له، اقول فيها، كيف يعرب الضمير هنا؟ مين يقول؟ مضاف اليه. لا ايوه مفيش اجابه، لا اختار. مين يقول؟ يرفع ايديه كده ويقول لي مين. ها لما يكون ضمير، لما يكون ضمير ومتصل بحرف الجر كيف يعرب؟ كيف يمس يعرب؟ بكرة. قول يا ساره. يمس. انا حمزه. حمزه ولا يوسف؟ انت كاتب يوسف؟ لا يوسف يعني. طيب غيرت اسمك. ماشي ماشي، قول يا يوسف. ضمير مبني في محل جر اسم مجرور. ضمير مبني في محل جر اسم مجرور، برافو عليك. يبقى لما الضمير بيتصل باسم، باسم يعرب ضمير مبني في محل جر ايه؟ مضاف اليه. ولما يكون الضمير متصل بحرف جر هنقول ضمير مبني في محل جر ايه؟ اسم مجرور. تمام كده عرفنا الضمائر المتصله، هناخدها بالتفصيل ان شاء الله المره الجايه. في اي سؤال في الجزء ده؟ تعالوا بقى نرجع تاني للمثال. الحديقة أشجارها مبتدأ ثاني والهاء ضمير مبني في محل جر إيه؟ مضاف إليه. طب عالية دي خبر لمين؟ خبر للحديقة ولا للأشجار؟ أشجار. للأشجار. الأشجار. برافو عليك، يبقى هنا عالية خبر للأشجار، يبقى هنا ده خبر المبتدأ الإيه؟ ها؟ خبر أنهي مبتدأ؟ برافو عليك، خبر المبتدأ الثاني. معلش خطي وحش بالقلم ده. المبتدأ الثاني. طيب فين بقى خبر المبتدأ الأول ده؟ فين الخبر بتاعه؟ حد يعرف يقول لي؟ محمد. الهاء. أشجاروها عليه مع بعض. نعم أحسنت. يبقى هنا أشجاروها عليه، كل دي خبر المبتدأ ده الأولاني. يبقى هنقولها إزاي بقى يا عبد الله؟ نهائي كأس العالم. يا عبد الله كيف نعربها؟ هنقول ازاي؟ ركز معايا. جملة اسمية. جملة اسمية. خبر. طيب لحظة معايا، خليك معايا واسمعني. هنا هنقول الجملة الاسمية اللي هي المقصود بها دي أشجارها عالية، هنقول الجملة الاسمية وبين قوسين أشجارها عالية، هتقول في محل إيه؟ الجملة الاسمية في محل رفع خبر مين؟ خبر المبتدأ الأول، بتتقال كده. تمام، لكن ما فيش حاجه اسمها اعراب نقول خبر مفرد مرفوع علامه رفعه الضمه او الواو، لا ما ينفعش اقول خبر، خبر جمله اسميه مرفوع، ده مش اعراب، مش جزء من الاعراب، ده نوع الخبر لما يجي يقول لك ما نوع الخبر. تمام كده اتفقنا؟ هيا شباب اتفقنا ولا ايه؟ في حد مش فاهم اللي فات ده؟ ايوه تمام. طيب تعالوا بقى نشوف كده، نرجع تاني لانواع الخبر على الباوربوينت بتاعنا، نشوف كده انواع الخبر. قلنا انواع الخبر مفرد وجمله وشبه جمله. طيب ايه هو الخبر؟ قلنا هو الجزء المتمم او المكمل لمعنى الجمله الاسميه. نوعه الخبر المفرد اي كلمه واحده، كلمه واحده اسم طبعا. انواع الخبر تاني جمله. طيب جمله وايه تاني؟ وشبه جمله. طب المفرد قلنا ياتي كلمه واحده، والجمله تاتي اما اسميه واما فعليه. وشبه الجمله يعني ايه؟ شبه جمله يعني شبه الجمله؟ لا هي مش جملة، هي شبه جملة، حاجة اسمها شبه جملة يعني تأتي ظرف أو جار ومجرور. طبعا كلنا عارفين الظروف، الظروف دائما منصوبة، والظروف منها ظرف مكان ومنها ظرف زمان. تمام؟ طيب تعالوا نشوف، احنا خدنا أمثلة على المفرد
وعرفناها زي ما جيت قلت لكم التلميذ المجتهد، ما ينفعش اقول ان في خبر هنا لسه ما فيش خبر، ما عرفناهوش ماله، محبوب، يبقى كلمه محبوب هي التي وضحت معنى الخبر او معنى المبتدا، وصل ل بكلمه محبوب. تمام. طيب نيجي نشوف بقى بالنسبه للجمله الاسميه، احنا قلنا ان في رابط. يجي يقول لك هنا بصوا الامثله دي، الجمله الاسميه هي التي تبدا باسم، وخبر الجمله الاسميه لابد ان يشتمل على ضمير يربطه بالمبتدا. يبقى ما يجي يقول لك استخرج خبر جمله اسميه واذكر الرابط، هتقول لي ايه ده، احنا ما خدناش كلمه رابط دي، يعني ايه رابط؟ بيربطه يعني ولا بيعمل ايه؟ يعني ايه الرابط ده؟ الرابط اللي هو لازم يكون فيه ضمير متصل باسم عشان نقول خبر جمله اسميه، ما ينفعش خبر جمله اسميه وما فيش ضمير. ده شايفين الضمير اللي بالاسود ده، زي خلقها وصلاته واخلاقه، الهاء دي لازم تتصل بالاسم ده، يبقى دي ساعتها هقول خبر جمله اسميه. لازم اعرف ان في خبر لازم يكون متصل به ضمير يعود على المبتدا الاول. الفتاه خلقها جميل، اين الخبر؟ اين الخبر؟ الفتاه خلقها جميل. برافو عليك. هل ينفع اقول، ينفع ان انا اقول الفتاه جميل؟ لا طبعا. هل ينفع اقول الفتاه خلقها؟ لا ينفعش. ممكن نقول، ممكن نقول يا مس الفتاه، الفتاه جميله الاخلاق. ما احنا لسه هنقول بقى تحويل الخبر الجمله الى خبر مفرد، ده بيجي سؤال في الامتحان هنقوله، بس هنخلص الانواع الاول. الفتاه خلقها جميل، يبقى هنا ساعتها هقول ان خلقها جميل هي خبر. طب نوع الخبر ايه؟ خبر جمله اسميه. طب اين الرابط؟ مين يقول لي الرابط فين؟ اين الرابط؟ الضمير. احسنتم. اين الرابط؟ الضمير. الضمير هنا اللي هو الهاء، ضمير مبني في محل ايه؟ لسه قايلاها، ها، اتصل باسم، يبقى في محل جر مضاف اليه. يبقى في محل جر مضاف اليه. كذلك هنا في المثال، المسلم صلاته خاشعة، هل ينفع اقول المسلم خاشعة؟ هل ينفع اقول المسلم صلاته؟ ما ينفعش. يبقى انا بطريقة سهلة، احنا مش عايزين نحفظ، عايزين نفهم يعني ايه نحو، يعني ايه نقدر نطلع الكلمة ونعربها بمنتهى السهولة ازاي؟ بالعقل، بالترتيب. انت هنا هتقول، هتكلم نفسك كده وتقول المسلم خاشعة، ما ينفعش. لا، دي كده انا اتأكدت ان دي مش الخبر. هينفع اقول المسلم صلاته؟ لا برضو ما ينفعش تبقى خبر. امال ايه الخبر؟ لازم اقول المسلم صلاته خاشعه. كل دي كده ده كلمتين، طالما كلمتين يبقى هنا الخبر هنا جه مفرد ام ماذا؟ ها فريده، دي ده جمله اسميه. اين انت يا فريده؟ مع حضرتك يا مس. ايوه كده، عايز اسمع صوتك. يلا طلعينا هنا الخبر نوعه ايه؟ جملة اسمية. صلاته جملة اسمية. صلاته فقط؟ لا، صلاته خاشعة. خاشعة، يبقى صلاته خاشعة هي خبر، ونوع الخبر هنا جملة اسمية. أين الرابط يا فريدة؟ أين الرابط؟ الهاء يا مس. الهاء، يبقى الهاء هنا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والهاء يعود على من؟ صلاته. هو مين ده هو؟ الهاء المسلم. المسلم، برافو عليك، احسنت. تمام كده؟ في اي سؤال في الخبر الجمله الاسميه؟ تمام يا مس. لا تمام. طب تعالوا نطلع كده واحد واحد كده يقول لي الاجابه، انا هختار. يلا يا رفيف، استخرج الخبر وبين نوعه مع ذكر الرابط في الامثله التاليه. ياتي السؤال هكذا في الامتحان. المهذب اصدقاؤه كثيرون، اين الخبر يا رفيف؟ اصدقاؤه كثيرون. الاثنين؟ ها؟ يعني الاثنين ولا حاجة واحدة؟ خليك واثقة من إجابتك، مش عايزاكي مهزوزة. تبقى أيوة الاثنين. ها؟ تبقى الخبر نوعه إيه هنا؟ جملة اسمية. جملة اسمية. طيب أين الرابط؟ الهاء. برافو عليك يا خفيف، ممتازة. يبقى المهذب أصدقاءه كثيرون، هي قالت أصدقاءه كثيرون، ما ينفعش أقول كثيرون ولا ينفع أقول أصدقاءه،
لازم الخبر قلنا اتفقنا ان هو بيتمم معنى الجمله الاسميه ويتمم معنى المبتدا. طيب يوسف طارق، يوسف طارق يلا يا ريت نرد بسرعه كده علشان نحاول ناخد كل دقيقه نستغلها في الحصه. يلا يا يوسف. طيب سما، سما نعم نعم يا سما. السؤال الثاني، الأمة العربية حضارتها عريقة، أين الخبر؟ حضارتها عريقة. الاثنين ولا واحدة بس؟ لا الاثنين. وما ينفعش نقول الأمة العربية عريقة؟ هي كده ادتني معنى؟ لا لا. هل ينفع إن أنا أقول الأمة العربية حضارتها؟ لا ما ينفعش. حضارتها عريقة. طب نوع الخبر هنا؟ جملة إسمية. برافو عليك. أين الرابط؟ الهاء. برافو عليك، أعتقد كده الدنيا بقت سهلة يعني، صح؟ كده الخبر جملة. طب لما في خبر طبعا جملة إسمية وخبر جملة فعلية، لما أقول المعلم شرح الدرس، المعلم شرح الدرس، أين الخبر؟ هل ينفع أقول المعلم شرح واسكت؟ لا شرح الدرس. هل ينفع أقول المعلم الدرس؟ ما ينفعش. يبقى فين الخبر يا سجا؟ شرح الدرس. شرح الدرس. أما نوع الخبر؟ خبر الجملة الفعلية. برافو عليك، سهل جدا الجملة الفعلية في الخبر. طب نيجي بقى للظرف والجر والمجرور. لو جه خبر، خبر بسميه شبه جملة، شبه جملة يعني هيجي إما ظرف إما جر ومجرور. تعال نشوف كده بعض الأمثلة ونقول إن الخبر شبه الجملة هو ما كان ظرفا أو جارا ومجرور، تمام؟ سواء الظرف ده مكان أو إيه زمان. طيب نيجي نقول العصفور فوق الغصن، أين الخبر؟ هل ينفع أقول إن فوق هي الخبر؟ هي خالد؟ لا فوق. مروان معايا؟ أي مش معايا. مروان قول لي كده فين الخبر؟ العصفور فوق الغصن. فوق الغصن كلها.